في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقاً للسياسة العقابية الحديثة، احتفل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الإخوة المسيحيين بقداس عيد الميلاد المجيد. وقد تم ذلك بدور العبادة المسيحية الموجودة داخلها والتي أنشأتها وزارة الداخلية. يأتي ذلك تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الحرص على إقامة الشعائر الدينية. تنساب ترانيم عيد الميلاد المجيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث يقام قداس عيد الميلاد بدور العبادة المسيحية المقامة داخل هذه المراكز، والتي روعي في تصميمها أن تضاهي مثيلاتها بالخارج. كون أن يتخصص مكان يتعمل فيه كنيسة ويتصلى فيها القداس ويشتركوا في القداس، دي حاجة جميلة جدا خالص واهتمام كبير من الدولة. ويأتي إقامة القداس في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، والتي يعد إحياء المناسبات الدينية أبرز محاورها، مع إتاحة الفرصة للنزلاء لممارسة الشعائر الدينية وسط حضور من رجال الدين المسيحي للاحتفاء مع النزلاء. نقدم الشكر الخالص لرئيس جمهوريتنا المحبوب السيد عبد الفتاح السيسي على هذه الروح الوطنية والروح الأخوة، والحقيقة عهد جديد وزمن جديد أن نجد مكان للصلاة في مركز التأهيل والإصلاح، ونجد كنيسة نشعر أننا زي كل كنيسة موجودة في مصر. فرحانين جدا 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 إن إحنا طبعا في وسطيكم، حاجة مشرفة قدام العالم كله إن إحنا كمصريين بنهتم بالنزلاء بتوعنا. ارتياح بين النزلاء لإقامة القداس بالتزامن مع إقامته بالخارج، ما يشعرهم بفرحة وبهجة العيد الذي سيطرت أجواؤه على المكان المهيأ بكافة السبل للاحتفال، والذي يعزز القيم الدينية والروحية لدى النزلاء ويسمو بالفكر والسلوك والقيم السليمة. هنا عملنا طقس العيد بالظبط لكننا في الكنيسة برة، بدخول الحمل وبالصلوات والمفرحة وصلوات عيد الميلاد وترانيم عيد الميلاد. ده بيشعرني ان الدولة بتهتم بيا كإنسان وأدي فرضتي بحريتي واستمتع بالعيد. كان يوم جميل وكلنا استمتعنا بيه، كانت الكنيسة حسينا فعلا بأجواء العيد برا. وقدم شيوخ الأزهر التهنئة للنزلاء المسيحيين بعيد الميلاد المجيد في تجسيد لمعاني الوحدة الوطنية. نسعد بلقائكم في كل لحظة مع أخواننا الأعزاء، وأقول لكم جميعاً كل عام وأنتم بخير. وقام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع كحك العيد على النزلاء، وهو من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. عملنا قداس النهاردة وابونا جينا ونا والاداره جت احتفلت بينا، اخواتنا المسلمين جم وزعوا علينا كحك العيد وباركونا. كنا بنعيد في الشارع بره بالظبط جوه الكنيسه، وجوه اخواتنا المسلمين اللي جم عيدوا علينا وجم جابوا لنا حاجات ووزعوها علينا. بصراحه يعني حاجه احنا فخورين بيها جدا. عندما انشات وزاره الداخليه مراكز الاصلاح والتاهيل، انشات معها دور العباده كاحد المتطلبات الاساسيه لإحياء المناسبات، وإقامة الشعائر الدينية كأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وإقامة القداس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفي دور العبادة التي أنشأت لهذا الغرض، إنما هو تجسيد للسياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، والتي يعد أحد أهم أدواتها إحياء المناسبات الدينية المختلفة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.